أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِمْ ۚ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بالخير. نحييكم ونجدد الترحيب بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي. في هذه الحلقة نسعد وإياكم بصحبة صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، أستاذ الفقه في جامعة القصيم، يصحبنا في هذه الحلقة مجيبا عن استفساءاتكم وأسئلتكم. نسأل الله عز وجل لضيفنا التوفيق والإعانة، ويبارك في علمه وعمله وولده، وأن يشكر مسعاه وخطواته. وباسمكم نرحب به، حياكم الله فضيلة الشيخ. الله يحييك، حياك الله وحيا الله الأخوة والأخوات، وأسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم البصيرة والعلم النافع والعمل الصالح. اللهم آمين، بارك الله فيكم. نرحب بكم أيها الأخوة والأخوات، ولمن أراد طرح سؤاله واستفتائه فالأرقام تظهر أمامكم الشاشة من داخل المملكة وكذلك من خارجها، وعبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر، وكذلك منتدى الجواب الكافي وصفحة الجواب الكافي. على بركة الله تعالى أبدأ هذه الحلقة فضيلة الشيخ. ما زال إخوتنا في فلسطين وبالتحديد في قطاع غزة يعانون الأمرين من هذا الاعتداء الظالم من بني صهيون، من اليهود الغاشمين. القصف مستمر، طال بيوت الله عز وجل، طال المساجد وطال دور العبادة، وكذلك منازل هدمت على أصحابها وغادرت أسر بأكملها. أصبحت لا تفرق بين أنقاض هذا البيت وجثث الناس الذين يسكنون تحت هذه البيوت. يتم ذلك في ظل تواطؤ عربي كبير وصمت مخجل للأسف الشديد. ينبغي على من يشاهد هذا الأمر ويعيش هذه المأساة ويعتصره الألم جراءها أن يساهم بأقصى ما يستطيع من قدرة في تبني هذه القضية والتعريف بها، وأن يكون عمله إيجابيا في رفع شيء من الحرج عن أولئك الشهداء الأبطال. الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، جل ثناؤه وعز جاره وتقدست أسماؤه، أن يجعل لإخواننا في غزة فرجا ومخرجا، وأن يعجل لهم بنصر تشفى به صدورهم وتحفظ به دماؤهم وأعراضهم، وأن يكفيهم شر عدوهم الظاهر والمستتر. ما يجري في غزة لا تصفه الكلمات، شيء يفوق كل الأوصاف، ومهما كانت المبررات التي يسوقها من يسوقها من الصهاينة ومن سلك طريقهم، بشاعة المناظر، بشاعة البطش، عنف القصف، عمى التصرف يفوق كل التبريرات، يتجاوز كل الحدود، حتى من ليس في قلبه أدنى رحمة تتحرك مشاعره إزاء هذه المناظر المفزعة من القتل الهمجي الذي لا يفرق بين صغير وكبير وبين شيخ وعجوز وبين حامل سلاح وغير حامل سلاح، على أن البلد معزول وليس فيه ما يبحثون عنه مما يدعونه من بحث عن أسلحة أو محاربة إرهاب كما يزعمون. كل يبطش بخصمه ويقول لمحاربة الإرهاب. الإرهاب أصبح شماعة يمارس بها أعتى ما يكون من الظلم على الناس، على اختلاف أديانهم وعلى اختلاف مناطقهم وعلى اختلاف انتماءاتهم، أصبح ذلك
شيئا من مما يسوق به الظلم ويبرر به الاعتداء. نفوس البشرية لا تقبل مثل هذا الظلم، تأباه النفوس وإن كان هؤلاء يسوقون له بما يسوقون. فالمشاهد تعجز الألسنة عن توصيفها، ولذلك يعني ليس هناك أقوى حديث من الصورة ولا أقوى حديث من المناظر والمشاهد التي تنقلها الكاميرات، وهي قليل من كثير، هي شيء يسير من بلايا وطوام عظمى لا ترصدها الكاميرات ولا تصل إليها العدسات، وبالتالي الصورة هي التي تتحدث وتصف بشاعة الظلم وعظيم ما يلقاه الناس في تلك البقعة من اعتداء سافر أنكره المعادون قبل الموافقون في العرق، الموافقون في الوطن، الموافقون في الجنس، فضلا عن الموافقين في الدين. هؤلاء إخوان لنا في الملة والدين، لهم حق النصرة، والمسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه. وكل هذا يجري الآن، هم يظلمون وهم يخذلون وهم يسلمون لأعدائهم. فإذا كنا عجزنا عن أن ننصر فلنسكت، هذا أقل ما يكون من 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 مواقف سلبية تجاه الموقف الجاري في فلسطين. الحاصل أنه نحن يعني في مثل هذه الأزمات التي أصبحت تتكرر علينا بين فينة وأخرى، ما نعتبر بمواقفنا وأخطائنا السابقة، بالعكس نكررها ونكرسها ونكبرها بطريقة أو بأخرى، ونستحدث إشكاليات ونولد مشاكل جديدة من جراء عدم استفادتنا من بلايانا ورزايانا وإشكالنا. إسرائيل الصهاينة هم فساد هذه المنطقة، صحيح. ولذلك تشاهد الآن أن الموقف كأنه توقف في كل مناطق الصراع، كأنه هناك من أوقف الحدث، لأن الصهاينة انشغلوا بأنفسهم فيما يجري من قتل ومن قبل المرابطين في غزة. بالتأكيد أنهم يسعون في الأرض فسادا، وهم شر على هذه المنطقة بكل شرائحها وبكل أطيافهم، لا يعرفون إلا من يخدم مصالحهم، وإذا انتهت مصالحهم ركلوه واستبدلوه، هم يعدون الناس مراكب كالحمير يركبونهم لتحقيق أغراضهم، ثم إذا وصلوا إلى ما يريدون تركوهم واستبدلوهم بغيرهم. المقصود أن شر هذا السرطان في أمتنا عظيم، فيجب علينا أن نتدارس وأن نعي خطورة الموقف، وأن الأمر لا يتعلق بغزة أو يتعلق بفئة من الناس، الأمر يتعلق بمصير أمة ومستقبل منطقة. إذا لم يفكر أصحاب الرأي وأصحاب التأثير من هذا المنطلق، فإننا سنقع في إشكالية كبرى، لأن الناس مضطربون الآن. نحن ما هو عملنا؟ أنا أسأل، ما الذي نواجه به هذه النازلة؟ كثير منا اشتغل بالتلاوم، نتلاوم، كل منا يلقي باللائمة على غيره، الشعوب تسب الحكام والحكام قد ينالون من الشعوب، والشعوب أنفسها تمزقت وتفرقت وتقطعت إلى حال من التشرذمات والتحزبات التي أعمتها، حتى أصبح يتشفى بعضهم ببعض فيما يجري لهم، مع أن عدوهم المشترك هم هؤلاء الصهاينة الذين لا يفرقون بين أحمر وأبيض، إنما هي مراتب ودرجات ومصالح وخطوات يدركون بها ما يريدون من تمزيق هذه الأمة وتفريقها. العمل الثاني هو تداول الأخبار، يعني ليس أكثر من ذلك، وتداول الخبر يحيي القضية بالتأكيد، لكن التداول الإيجابي لا بد منه، وهو حث الناس إلى أعمال حقيقية تفيد في تخفيف المعاناة. قد يقول قائل نحن لا نملك، يا أخي حتى الدعاء نجد أننا مقصرين فيه. أنا أقول يعني هؤلاء الذين مثلا يقول الإمام الفلاني يرصدون الإمام الفلاني ما دعا والإمام الفلاني ما قال، طيب يا أخي هل قنتنا نحن؟ هل نحن أنا وأنت وأنت وأنت، هل نقنت في بيوتنا أو في دعواتنا عموما، سواء في سجودنا أو في أدبار صلواتنا في أسحارنا، هل نذكر إخواننا في غزة بدعوة؟
أقول هناك تقصير وهناك اشتغال بماذا صنع الآخر دون أن أشتغل بماذا صنعت أنا. الله تعالى لن يحاسبني عن عمل فلان، إنما سيحاسبني عن عملي أنا. كل نفس بما كسبت رهينة. فما الذي قدمته إذا كنت لا أستطيع أن أقدم شيئا؟ لا دعم مالي ولا دعم قولي ولا دعم كتابي ولا دعم، يعني أقل ما يكون إذا رفعت يديك إلى الله تعالى فقل يا رب إخواني أصابهم من المس والضر ما أنت به عليم، فاكشف الضر عنهم يا رحمن يا رحيم يا قوي يا عزيز. إخواني أصابهم ما أصابهم، يا أخي اشكي الله عز وجل. إذا كنا نشكو الآن إلى من لا يسمع من يمكن أن يتحرك، فلنشكو إلى من بيده ملكوت كل شيء. فهذه جزء مما ينبغي. التبرعات المتاحة عبر القنوات الميسرة هذا من الأمور التي ينبغي أن نبادر إليها. ولا يقول أحد ما استطيع أصل، هناك من أعلن جهات تتقبل تبرعات بأنواعها، فلماذا التأخر؟ سواء كانت تبرعات عينية، تبرعات مالية، كفالة أيتام، كل ما كإعانة طبية بشتى صورها، هم يحتاجون إلى كل ما يمكن أن يخفف عنهم المعاناة. والله لو ريال، ما تدري هذا الريال ماذا يصنع عند الله عز وجل في 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 النفع لك أجرا وثوابا ولإخوانك فرجا وإعانة. فينبغي لن نبخل، فإنه من يبخل فإنما يبخل عن نفسه. وأقول كف لسانك عن غيرك، لا تشتغل بالآخرين يا أخي. الاشتغال بالآخرين مضيعة وقت. التلاوم هذا لا يزيل المشكلة ولا يحلها ولا يعالجها، هو مزيد تشرذم وتشقق وشحناء. نحن بحاجة إلى الالتحام، بحاجة إلى الاجتماع، بحاجة إلى أن نعي أننا جميعا مهددون. ليست القضية في بقعة محددة، نحن والأمة بجميع جهاتها مستهدفة. فإذا لم نرص الصفوف ونبذل جهدنا قدر الممكن للتأليف بين القلوب وجمع الناس على كلمة سواء، فإننا على خطر عظيم. يا أخي ما أسينا في كل مكان، ما في شبر من الأرض في كافة أكثر بلاد الدنيا إلا والمسلمون في معاناة وبلاء وضر. فلنجتهد في إصلاح قلوبنا وصدق تعاملنا مع الله تعالى وبذل المستطاع. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إذا بذلنا المستطاع فلا نلوم أنفسنا ولا نشتغل بلوم غيرنا. صحيح. بل المطلوب هو بذل ما تستطيع، فاتقوا الله ما استطعتم. بارك الله فيكم فضيل الشيخ، نسأل الله عز وجل يرفع هذا البلاء وهذه المأساة وهذا الألم العظيم عن إخواننا وأخواتنا. آمين. آمين يا رب. أستاذنك معي أم عمر من الكويت، فضلي يا أختي. أم عمر معي، تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيكم، عندي ثلاثة أسئلة. تفضلي يا أختي. السؤال الأول، إذا كان المأموم لا يرى الإمام فسجد الإمام سجود التلاوة فظن المأموم أنها ركعة فركعة، وبعدما رفع الإمام من السجود تبين للمأموم أنها سجدة وليست ركعة، ففي هذه الحالة ماذا يفعل المأموم؟ السؤال الثاني، أحسن الله إليكم، نقل ابن رجب في اللطائف قولا عن ابن هبيرة بخصوص ليلة القدر، قال: وإن وقع في ليلة من أوتار العشر ليلة جمعة فهي أرجى من غيرها. فالسؤال، هل ورد شيء من السنة صحيح يؤكد ذلك؟ نعم. السؤال الثالث، قالت أم عطية رضي الله عنها: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلن المصلى. بالنسبة لقولها فأما الحيض فيعتزلن المصلى، هل يفهم من قولها هذا أن الحائض تمنع من دخول المصلى العيد كما تمنع من دخول المسجد ولو كان المصلى في الصحراء؟ أرجو توضيح ذلك مأجورين. شكرا لك يا أم عمر، بارك الله فيك. نعم. الرابع، تفضلي. شيخ أحسن الله إليكم، سمعت أحد المشايخ الفضلاء يقول: كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن، واستشهد بقوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. نعم. الآية. فأريد توضيح ذلك وكيف يرتقي المسلم إلى درجات الإيمان. تسمعين إجابة. شكرا لك، بارك الله فيك يا أختي. أم عبد الله معي، تفضل. ألو، تفضل يا أخي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا أخذت ورقة تسجيل غياب الطلاب. نعم. طاولة صديقي. أخذت عفوا أخذت ورقة تسجيل غياب الطلاب. أيوة. طاولة صديقي وضعت عن طاولة أخرى. أيوة. يعني كنت أعتقد إن بيجي أحد من الطلاب وبيشوفها وبيعطيه إياه. أتى طالب وشقها. إيه. أنا ما كان قصدي إني أبي شقها يعني، هل علي شيء؟ أنت أخذت ورقة تسجيل الغياب حضور الغياب للطلاب ومن زميلك وضعتها على طاولتك. ثم أتى أحد. وضعت على طاولة أخرى يعني. طيب. في سؤال آخر عبد الله. السؤال الثاني. أنا أعطاني صديقي شيء ما أدري هل كان قصدي هدية ولا لا. أيوة. يعني جلست معه دايم بعد ما أعطاني إياها ولا كان يسألني، فقلت أكيد إنها هدية. نعم. ونسيت هل جلست السنوات تذكرت أنه يعني قد أعطاني الشيء هذا ودورتها ولا لقيتها. طيب. وش أسوي يعني الحين؟ تسمع إجابة أخوي عبد الله، شكرا جزيلا لكم. عبد الله معي، تفضلي. تفضلي يا أم عبد الله. تفضلي. السلام عليكم. تفضلي يا أم عبد الله. سؤالي هو أني كنت على جنابة. نعم. ويوم كنت درس من الجنابة شفت يعني نزل معي الحيض يعني. والغسل يعني أغسل من الجنابة قبل الحيض أو الحيض قبل الجنابة أو طيب. يعني يدي غسل واحد. تسمين الإجابة. في سؤال آخر؟ لا شكرا. شكرا لك. أم ناصر معي، تفضلي. أم ناصر تفضلي يا أختي. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أكلمك من الشيخ؟ ممكن الله يحييك. الله يعطيك العافية. حبيت أسألك، زوجي مقصر جدا في صلاته وبالأخص صلاة العصر والفجر، مرة مرة مقصر فيها نهائيا، نادر يصليها. اللهم فكنت أنصحه بعد زواجي، بعد ما تزوجته في البداية كنت أنصحه، ويوم جاء يعني البداية النهاية وكذا ما عاد نصحته صراحة، ما تعبت معه ولا يتفاهم، عصبي، تعامله سيء حتى مع والديه، فما الحل؟ هل علي شيء؟ يعني تركت نصيحة ما عاد نصحته، وهل يعني أبغى نصيحة كيف أسوي؟ وجهني يا شيخ. طيب تسمعي الإجابة إن شاء الله تعالى. شكرا لك يا مناصر. نستأذنكم في فاصل إعلاني قصير، نعود بعده للمتابعة، فابقوا معنا. هذا البرنامج برعاية تزود. ثوب دروش بحلته الجديدة، الراحة زادت والأناقة ارتقت والخامة تطورت. ثوب دروش بطلته الجديدة، الحل الأمثل للأناقة. من عجلان وإخوانه. الهدف من وجودنا هو صوتكم. نحلل الاقتصاد بمؤشراته، ننقل لكم السياسة بأحداثها الساخنة، نجوب أرجاء الملاعب، نهتم بأسلوب حياتكم، ننشر الخبر في كل وسيلة. جريدة المدينة، صوتك قلمنا. من المتحدة للسيارات. هديتكم غزلت بها دعاء أخضر الحلل، مشيت بها لمدرستي تحرك فوقها أملي، فبعد الله أشكركم لقد وصلت هديتكم، وها أنا أعبر الدرب إلى نور تبسم لي. جمعية زمزم، كن سباقا لعلاج المرضى الفقراء.
جمعية البر الخيرية بشرورة، ساهموا معنا في ميادين الخير المتعددة وسبله المتنوعة. الوقف الخيري، رعاية الأيتام، والصدقة الجارية وغيرها. عدد المستفيدين من الجمعية 1463 أسرة مستفيدة ما بين أرامل ومطلقات وفقراء وذو شيبة عاجز عن العمل. ساهموا معنا ولو بالقليل. جمعية البر الخيرية بشرورة، دليلك للفقراء والمساكين. من قمم السرات الشاهقة ومن المدينة الحالمة التي تطل من فوق السحاب، المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بلجرشي يدعوكم للمساهمة في الوقف الدعوي، وقف يسد احتياجات المكتب الدعوية والتشغيلية. الوقف الدعوي بمحافظة بلجرشي، سهمك الرابح. البر بخميس حرب من الجمعيات المتفردة التي تقوم على تلمس احتياجات المحتاجين خصوصا وأنها في منطقة آهلة بالسكان وأهلها من أهل العوز والحاجة والفقر، وهم في أشد الحاجة إلى أن يبذل لهم ولو من الزكاة. بإحسانكم نرعى المحتاجين. إحسانكم جمعية البر بخميس حرب بمحافظة القنفذة. هل تريد البركة في مالك والنماء في رزقك وسعادتك؟ كن شريكا لأهل القرآن في تعليم القرآن لمالك. وقف الوردة لتعليم القرآن الكريم ومعلمات القرآن الكريم يدعوك للتبرع 405 ريالات للمتر المربع. مشروع الوقف الخيري لجمعية البر بالشعف. أيها المسلمون، إن ما لكم في الحقيقة هو ما قدمتموه لأنفسكم ذخرا لكم عند الله. تقدر القيمة الإجمالية للمشروع 9 ملايين ريال. للمشاركة بالوقف المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة الخرق. أنا أحث نفسي حقيقة وأحث إخوتي وأخوات بأن يستثمروا في هذا الوقت بما تيسر. فأنت تجعل لنفسك وقفا في شراء هذا المتر وقد تم، ولكن في بنائه بعد ذلك، وهذا الذي ننتظره منك. وقف الهداية بالخرج، أوقاف كثيرة وأجور كثيرة. وقف الهداية للتواصل اللي يتمطط ويتغير عليك ما يستاهل تلبسه. سروال دروش الجديد بجودته العالمية، نعومة وراحة ومغاط من أجود الخامات. سروال دروش، جودة ما تتغير. تزود. هذا البرنامج برعاية مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات، وباسمكم نرحب بضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور خالد، حياك الله. أهلا وسهلا. الأخت أم عمر تقول إذا كان الإمام لا يرى، إذا كان المأموم لا يرى الإمام وبينهما حاجد أو حاجد، فسجد لسجود السهو فظن المأموم أنه ركع فركع معه ثم قام الإمام واستأنف صلاته، كيف يتصرف المأموم؟ يتابع الإمام فيما هو فيه. نعم. وليس عليه شيء لأنه هذا سهو وسجود التلاوة، وليس في هذه الحالة ليس ركنا حتى يقال لابد أن يأتي به لأنه سيختل. نعم. نظام صلاته، فلا بد من الاتيان بالركن، لا، يواصل مع الإمام فيما هو فيه. نعم، بارك الله فيكم فضيل الشيخ. نقل بن رجب تقول عن ابن هبيرة أن ليلة القدر ترجى إذا كانت وقعت في ليلة جمعة. ليس هناك دليل على هذا. نعم. كل ليالي العشر مظنت ليلة القدر، فينبغي الاجتهاد في جميعها. الحمد لله. وأنبه أن بعض الناس يعني إذا
توقع أنها ليلة معينة نشط فيها ثم كسل في باقي الليل، وهذا غلط. صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أريد أني أسجد في صبيحتها في ماء وطين، فكان ليلة فكان ذلك في فجر يوم 21 من تلك السنة، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع اعتكافه أو خف اجتهاده بعد أن يعني ظهرت العلامة التي أريها ورؤيا الأنبياء حق. فينبغي الاجتهاد في كل هذه الليالي والتعرض لفضل الله فيها. رب دعوة وسجدة تبلغ بك مغفرة وتعلي منزلتك والمحروم الحرم خير هذه الليالي. لذلك الاشتغال الزائد بتحديد الليلة وطلب علاماتها أحيانا يكون له أثر سلبي، ومنها هذا وأنه يجتهد في ليلة ويترك الاجتهاد في بقية الليالي. نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. تقول هل يعامل مصلى العيد إذا كان في الصحراء معاملة المسجد فتؤمر الحيض باعتزاله؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أمر العواتق والحيض أن يخرجنا إلى الصلاة يشهدنا إلى المصلى يشهدنا الصلاة ويشهدنا الخير ودعوة المسلمين، وأمرهن أن يعتزلن المصلى. المصلى هو المكان الذي يصلي فيه الرجال والنساء، مكان الصلاة، ليس هذا بناء إنما مكان. لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء الحيض بأن يعتزلن المصلى؟ للعلماء في ذلك قولان، منهم من قال إن المنع من الاتيان إلى المصلى لأنه موضع صلاة فتمنع منه الحائض كما تمنع من المسجد إلا لحاجة، وبهذا قال بعض أهل العلم منهم الدارمي رحمه الله. القول الثاني أن سبب المنع هو أن المرأة إذا جاءت المصلى كانت قريبة من الرجال وقربها من الرجال لأجل الصلاة، والحيض ليس عليهن صلاة، فلذلك أمرهن باعتزال المصلى تجنبا للرجال مع عدم الحاجة. وهذا الوجه رجحه جماعة من أهل العلم، وهو أقوى من حيث أحكام الصلاة في المصليات لا سيما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لا تأخذ حكم المساجد لأنها أرض صحراء ليس فيها بناء ولا فيها تسوير ولا فيها تحديد على أنها مكان للصلاة، إنما هو مكان يصلي فيه صلى الله عليه وسلم هو أصحابه في الصحراء. فبالتالي العلة في قوله وأمرنا أن يعتزلن المصلى لعدم حاجتهن إلى القرب من الرجال في الصلاة كما هو شأن المصليات، هذا هو العلة. وبالتالي لا يستفاد من هذا، على الراجح من قول العلماء لا يستفاد من هذا أن الحائض تمنع من دخول المسجد لأنها تمنع من الاتيان إلى المصلى ولأنها أمرت باعتزال المصلى. نعم، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. الأخ الكريم هنا رسالة من بعث عبر تويتر، يقول فضيلة الشيخ أو الأخت دوسة تقول لي إخوة تصل عليهم ولا يردون علي، حاولت معهم كثيرا، فما الحكم في هذا وهل علي ذنب؟ إذا كان ليس وسيلة للتواصل لهذا فلا ذنب عليك، لكن ابعثي لهم سلاما مع أحد، هدية، رسالة، كل هذا مما يتحقق به الوصل، فإذا ما استجابوا نعم ليس عليك شيء. الحمد لله. عبد الله يقول أنا أعطاني صديقي حاجة وظننت أنها هدية، ثم يعني طال بي الزمن وحتى الآن لا أعرف هل هي هدية أو غير هدية، وهي ضاعت هذه الحاجة، فهل أعتبرها يعني هدية أو هي من المعار الذي ينبغي أن أرجعه إليه؟ ما أدري، وإذا كان هو ما يدري وش حال إحنا وش نقول؟ نعم. لا أدري هل هي هدية ولا عارية، حسب الموضوع يسأله كل اللي معطيني إياه هاك اليوم هو هدية ولا عارية؟ نعم، وتنتهي القضية. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. الأخت أم عبد الله تقول إذا كان على المرأة جنابة ثم دخلت لأن تغتسل فنزل معها الحيض، هل تغتسل؟ هي تغتسل لأجل جنابة، يعني الحائض إذا وقع منها جنابة أو كانت جنبا ثم حاضت فإن موجب الغسل أمر الجنابة والحيض. الحيض
لا يكون اغتسال منه إلا إذا انقضى الأذى وتوقف. أما الجنابة فإنها تكون بخروج المني دافقا بلذة، سواء كان ذلك باحتلام أو كان ذلك كما ذكرت الأخت أنه حصل جماع، وبالتالي فهناك موجب، هنا تغتسل لرفع الجنابة. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هنا الأخت الكريمة بسمة تقول: إذا كنت لا أعرف قيمة الذهب عندي وأخرجت زكاته بمبلغ أكبر من قيمة زكاتي المتوقعة، فهل يجزئ علما أني أستخدم هذا الذهب؟ على كل حال، إذا أخرج الإنسان أكثر مما يجب عليه احتياطا فما زاد فهو صدقة ولا حرج عليه. نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. أم ناصر تقول بأن زوجها مقصر جدا في صلاته ونصحته كثيرا وتعبت من هذه النصيحة، ثم تركت هذه النصيحة لأن تعامله سيء معها، فهل تأثم بذلك؟ من نعمة الله تعالى على الإنسان أن يجد من يعينه على الطاعة ويأمره ومن يأمره بها، فإنه من توفيق الله تعالى له أن يجد صاحبا أو زوجا أو زوجة أو أخا أو أختا أو ابنا أو أبا يأمره بالخير ويدله عليه، فإن هذا من توفيق الله للعبد، لأن الإنسان قد يكسل، فإذا وجد من يلاحظه كان ذلك عونا. فأنا أقول لأخي هذا: احمد الله عز وجل أن يسر الله لك زوجة تأمرك بالخير وتحثك عليه، حقها لا يغضب عليها بل أن تشكر ويدعى لها. أما وقد يعني ما ندري يسمعنا ولا ما يسمعنا، لكن في كل الأحوال الذي يخصها هي أن تأمر أن تقوم بما أمر الله تعالى، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، فتأمر بالأسلوب الحسن الذي يحقق المطلوب بالترغيب والترهيب والحث. لكن إذا أبى فمن أبى فيتحمل مسؤولية رفضه، وليس عليها أن تشتبك معه في نزاع وخصومة لأجل أنه فرط في حق الله تعالى. نعم. إنما إثمه عليه، ولا تزر وازرة وزر أخرى، فهي تأمره بما تتيقن أنها قد وصلته وصله التنبيه، ما زاد على هذا ما يلزم. لأنه أيضا هناك بعض الآباء وبعض الأمهات، لا سيما الأمهات، تقول إني أقوم وأقعد عند رأسه ويا وليدي قم يا وليدي الصلاة، ويمكن تفوتنا الصلاة وما قام. هنا نقول القدر الواجب خل الزوج، نحن يعني لا نتحدث عن ما تجده الأم أو ما يجده الأب أو ما يجده الإنسان من رغبة في قناعة الآخر وامتثاله، إنما الكلام على القدر الواجب، الحد الأدنى الذي تبرأ به الذمة، الذي تحقق به قوله تعالى أمر أهلك بالصلاة، هو أن يأمره أمرا يدرك معه أن المأمور قد بلغته الرسالة، استيقظ، تنبه، سمع ما تريد. فإن امتثل فذاك فضل الله عليك وعليه، وإن كان أبى فمن أبى فعليه إثمه. بارك الله فيكم. نور تقول: إذا نسيت الركوع ونزلت للسجود مباشرة، هل أستمر بالسجود وبالنهاية أسجد السهو، أو أنهض وآتي بالركوع؟ لا، الواجب أن تقوم وتركع وترفع من الركوع وتسجد بعد ذلك، لأن الركوع ركن، فينبغي أن تأتي، ما يسقط بتركه، بل ينبغي أن تأتي به. فمثلا لو أنها سجدت وجلست التشهد وسجدت ثانية وتذكرت أنها ما ركعت، تقوم وتأتي بالركوع وبما بعده، وتسجد السهو بعد السلام إذا انقضت صلاتها. بارك الله فيكم. بس ما تقول: الصلاة خلف الإمام حتى ينصرف في التراويح تكتب له قيام ليلة، وكيف يعني توفق المرأة بين ذلك وبين صلاة المرأة في بيتها أفضل؟ هي إذا صلت مع الإمام تصلي معها حتى ينصرف، وإن صلت في بيتها فصلاتها في بيتها أفضل. نعم. في الجملة، لكن إذا كانت إذا جلست في بيتها لم تصلي أو اشتغلت عن الصلاة أو ما حضر قلبها، فلتنظر إلى الأصلح إلى قلبها وتلزمه. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن إليكم، أسأل الله سبحانه وتعالى يجزيك عنا خير الجزاء. بارك الله فيك. شكرا لكم متابعي هذه الحلقة، حتى الملتقى بكم في حلقة غد، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إنا نشهدك
ونشهد ملائكتك وجميع خلقك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك ونشهدك يا ربنا بأننا نحبك ونحب ملائكتك ونحب نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نشهدك بأنه قد أدى الأمانة. اللهم إنا نشهدك بأنه بلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد فيك حق جهاده. اللهم فاجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته.